سيكتب التاريخ بأحرف سوداء وراحة ورائحة نتنة تسكم العنوف بأنكم يا هؤلاء الحكومة الفاسدة أسوأ من حكم العراق منذ أن خلق الله الأرض وما حولها. دمرتم البلد بنفاقكم وشهواتكم الحيوانية. جئت لنا بدستور يهودي مفصل على قياسكم. النهروان قبل أفضل، بيها ماي بيها خدمات. الآن حبيبي النهروان أصبحت أربع مدن. أنت جيت بالسيارة وشفت الطريق. الآن ماكو حكومة، فوضى، يا أهلي يجي يبني يا أهلي يجي يسوي. فهنا الحكومة شو تريد تسوي؟ يعني ما عندهم إمكانيات. هاي إذا واحد من يريد يبني له مدينة ويعمر لازم شو يوفر؟ أول ما يوفر الخدمات، صحيح ولا؟ الماي والكهرباء والمجاري. إذا هي المدينة مال النهروان هي أصلاً ما بيها مجاري، ما بيها مي شرب، زين هاي الناس اللي تتجاوز واللي تبني واللي تسوي، مو تريد خدمات ولا؟ هسه أنت من تبني يعني تكون كارثة بالنهروان إذا راح تصحى أزيد من البصرة، يعني خلال إذا بقى الوضع على ما هو عليه راح تصبح يعني النهروان. انا اقول لك خاب الحكومه ما تعرف، خلي يسمعوني زين نصيحه للعبادي، والله العلي العظيم النهروان عصبت بغداد. النهروان عندما سقطت بغداد، اول ما سقطت النهروان، اذا يعني النهروان هسه باستطاعتها ان تقطع بغداد عن المحافظات. انت جيت بالجسر مال دياله شفته يعني الناس قاعد يقول لكم يصرح العباره لو تشتغلون لنقطع الشارع.